السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وياكم حمزة عبد الأمير. اليوم راح نحل أمثلة شابتر 8 بالمبادئ اللي تتكلم عن الماتيريال بالانس بالسنجل يونت وذاوت رياكشن. راح نبدي طبعا بهاي فايل اللي لقيته مال الدكتور، كلش حلو طبعا الفايل، ملخص حلول الأمثلة، وراح انزله ان شاء الله على القناة مال اليوتيوب مالت اخونا محمد، راح اقول له ينزلها. زين، فراح نبدي بالمثال اللي هو separation of gases using membrane. مش عندنا هنا، عندك membrane represent the relatively new technology for the separation of gases، يعني تقنية جديدة حتى يفصلون فيها غازات، بعدين تفهموها. ونعطيكم هنا فت فيجر، عندك هنا الداخل مالتنا هو اكسجين ونيتروجين بنسب معينة، ده يدخل الى membrane. هنا طبعا بالmembrane الخارج نسبة النيتروجين ده تقل، الاكسجين ده تزيد، واكو هنا ويست اللي هو الباقي اللي يطلع من هنا. ذكر ايضا شنو هو الكومبوزيشن مالت الويست؟ وذا ستريم اماونت 80% اوف ذا انبوت، يعني الستريم الخارج الويست هذا هو 80% من الستريم الانبوت. خلينا نشوف هنا اكو دايجرام بسيط يوضح لنا المشكله مالتنا. هنا الفيد مالتنا واللي هو الاوتو والانتو، 21% اوتو 79% انتو، الطالع ناطين النسب مالتها. زين، وهنا الطالع مالت الممبراين الويست ما عندي اي شيء عنه. اول شيء طبعا السؤال كله عباره عن مجموعه من النسب، فلازم اختار في البيسز مناسب. راح اختار 100 جرام مول، جرام مول اختاره لانه مثل ما قلنا سابقا عندي غازات والنسب كلها موليه. قال لي الويست الكميه الكليه مالته 80% من الفيد، يعني الدبليو هذا يساوي 0.8 في الكميه هذا. بما انه انا فرضت البيسز 100 للفيد، عاده ما افرض عن الفيد. زين، فطلعت كميه الدبليو. يقدر واحد طبعا يفرض البيسز للبرودكت، ممكن، ما اقول لك ما ممكن، بس انت اذا فرضت للفيد راح تقدر تطلع الدبليو مباشره، بانه الدبليو يساوي 0.8 من الفيد، فالاسهل تفرضه للفيد. زين، هسه وراها راح نسوي ماتيريال بالانس عاديه. الان يساوي الاوت، راح نجي اول شيء للاكسجين. 0.21 نسبه الاكسجين في الكميه الكليه بالداخل، شو يساوي 0.25 نسبه الاكسجين في الكميه الكليه البرودكت الاوت، يساوي لنا نسبة الأكسجين بالويست مضروب في 80 اللي هي الكمية مالت الويست 0.8%. للنيتروجين نفس الشيء 0.79%. كمية النيتروجين الداخل يساوي كمية النيتروجين الطالع، اللي طالع اللي هو من البرودكت زائد من الويست 0.75 في البرودكت زائد نسبة النيتروجين في الكمية الكلية. واحنا نعرف هماتينا، بما ان الستريم الواحد مالتنا يتكون من أكسجين ونيتروجين، فلازم مجموعهم واحد النسب. هنا مجموعهم واحد، هنا مجموعهم واحد، وهنا اكيد لازم مجموعهم واحد. زين، ف او تقدر هنا أنا مسويها للكميات، هنا أنا يطلع نسبه موازنه، او تقدر تطلع كميه، يعني تقول الكميات الداخله يساوي الخارجه، او هي هاي الان في الحقيقه نفسها تساوي النسبه في الكميه الكليه نفس الشيء. زين، راح يهدها للمعادله ويطلع نسب الاكسجين والنيتروجين. نتاكد من المعادله، اقوى اطلع البي البرودكت همتين 20. هنا طبعا قدرت احل المعادله مالتي باستخدام قانون مجموع النسب يساوي واحد وماتيريال بالانس للاوتو والانتو. نسينا الاوفر اول ماتيريال بالانس اللي هو الداخل هذا زائد هذا يساوي هذا، هنا 100 هنا 80، فاكيد هنا 20. هذه معادله ايضا هم كان ممكن اقدر استخدمها، اطلع البي من البدايه واحلها، ممكن. زين، بما انه عندي معادله زائده دائما اقدر اشيك بها، اني طلعت اني البي من معادله الاكسجين والنيتروجين 20، اتشيك انه هل صح هي 20 بالمعادله اللي بقت لي، فعلا هي 20، اذا انتهت المساله سؤالي مفهوم. نجي على ثاني مثال اللي يتكلم على الديستليشن. عندنا هنا تصنيع الكحول يتم طبعا بعمليه فصل كحول ومي، يجي كحول 10% ومي 90%، وش يدخل ديستليشن كولوم، وهذا الديستليشن ويا هيت اكسشينجر طبعا لازم راح يفصل انه يزيد نسبة الكحول ويقلل نسبة المي، فيصير عندي 60% كحول 40% مي، وهذا الكحول هاي النسبة عادة 70% لو كبت كانت تستخدمه بالتعقيم. زين، فعندنا هذا الرسم مالتنا هو خالل الباوندري سيستم اللي تكلمنا عليها، داير ما داير المنطقة اللي بها ارقام، المناطق اللي بالداخل هذه نخلي عليها باوندري سيستم. فأنا عندي 1000 كيلوغرام فيد 10% كحول 90% مي، الطالع هنا الكيلوغرامات ما اعرف ايش قد، ونعطينا 40% كحول 60% كحول عفوا 40% مي، وقايل لي
كمية كلية البرودكت هي 1/10 من الفيد. والبي يريد كل النسب، calculate the composition of the bottom of the mass and the last of the bottom. كل شيء يريد يحسب. فاحنا نعرف المعادلة مالتنا ان يساوي out. فالبيسز هو 1000 كيلوغرام، معلوم الكمية، فماكو داعي احط بيسز من عندي. فنجي نسوي الماتيريال بالانس مالتنا. اول شيء طبعا انا عندي البي يساوي 1/10 من الفيد، ذاكر ليها معلومة هنا. فاول شيء اجي هاي المعلومة الصغيرة اطلعها استفاد منها. فالبي يساوي 1/10 في 1000، راح يطلع البي قيمته 100. ما راح اطلع البي قيمته 100، راح اجي اطلع البي، لانه الاف زائد يساوي البي زائد البي، طلع عندي البي. حلو، طلع عندي 900. هسه اجي اسوي ماتيريال بالانس للكحول والماء. طبعا اقدر اسوي الموضوع بالعكس، انه اسوي ماتيريال بالانس للكحول والماء بعدين اوفر اول ماتيريال، براحتكم الاسهل امشي بيه. انا اقول هذا تقدر تعلم نفس طريقه ذاك، او مباشره تطلع البي وتشتغل. هسه ماتيريال بالانس للكحول، اثيل الكحول النسبة في الكمية الكلية، هذا N طبعا، هذا out، بس هو جايب هنا الدستريت out، يعني مطلع N ناقص هذا يطلع لنا هذا، هذا يطلع البرودكت البي. فاللي تخربطكم هاي المعادلة نفس الطريقة بالضبط، هي مجرد نقل طرف، هذا كمية الكحول هنا يساوي هذه زائد هذه، بس مجرد هذه حول هذا الطرف الثاني حتى يتخرط يطلع البي. رتب المعادلة مباشرة. المي نفس الشيء، نسبة المي في الكمية الكلية ناقص نسبته في الكمية الكلية للطالع يساوي لنا الباقي. زين، بكل بساطة نحل السؤال. نجي على هذا السؤال، نجي على مثال آخر اللي هو مال ميكسينج. ديليوت سلفوريك أسيد، حامض سلفوريك أسيد المخفف يستخدمه بصناعة الباتريات. أنت مطلوب منك تحضر حامض تركيز مال 18.63%. طبعا عادة احنا من سلفوريك اسيد اللي موجود بالسوق النسب مالته عالية، فاحنا لازم نخففه قبل ما نحطه للباتريات حسب النسبة او حسب الموجود عندي. انا ايش عندي؟ انا عندي 12.43% سلفوريك اسيد، ضفنا له 200 كيلوغرام من 77% سلفوريك اسيد، فضفنا هذا الى هذا. زين، حتى اذا اطلع هذا يريد يقول لي ايش قد كميه الاسيد اللي راح يطلع عندي النهاية. انا عندي بس كميه هذا، وهذا كميته ما عندي. طبعا هنا أنا بالسؤال هو حالها بالكتاب طريقه الاكيوميليشن، انتم معكم علاقه من اي اكيوميليشن نهائي، حلها طبيعي بالضبط. ان يساوي اوت، هذا الان هذا ضافوا لهذا يساوي الاوت هذا، وانتهت المساله. خلينا نجي نشوفه هو محلوله بالطريقتين. اها، عندك هنا هاي الكميه ان سلفوريك اسيد، نبدا اول شيء 200% مضروبه في 0.777 زائد الاف كميته ما اعرفها سلفوريك اسيد في النسبه مالته يساوي البي في النسبه مالته. المي نفس الشيء، 200 الكميه الكليه في النسبه مالته زائد الاف في النسبه مالته يساوي البي في النسبه مالته، والاي زائد الاف يساوي البي. بكل بساطه هذا موجود الحل مالت الاكيوميليشن، بس انا هذا كلش ما احبه. مبينه هذا دا يضيفوها التانكي، هذا دا يحطوا على التانكي، هذا دا يطلع بنهايه التانكي، هذا يعني هذا وهذا انه هذا خلاص. بعد شنو اكيوميليشن وشنو فاينل وشنو انيشال وشنو ماكو، ما له داعي هالامور. هذا اسم البروفيسور طبعا، مو مالتي هاي، المال مو هاي مسويها. المهم نشوف مثال لاخ دراينج. نيجي على مثال الدراينج، عمليه للسمك، ذا بروسيسنج اوف ذا فيش، عمليات يعني معالجه السمك والى اخره. ورا ما يوخرون الاويل السمك يجففوه، يسوي له تجفيف للسمك. الجهاز اللي استخدمه روتري درام داير. بين قوسين التجفيف هي عبارة عن عملية، تعرفون تجفيف يعني شنو تجفيف؟ يعني بالضبط مثل الاستشوار، عندكم فتانك كبير بسشوار كبير دي يجفف المنتج مالتنا. كل المنتجات الدار مدايرنا، فساكت، مساتل إلى آخر من الأمور، هاي تمر بمرحلة تجفيف قبل ما تيجي، يعني يجففوها يقللون المحتوى المائي مالتها، يقل كلفة النقل، وبنفس الوقت يكون هذا الغرض الصناعي انه يجففون. فانا ايش عندنا؟ خلينا نجي نباح احنا. عندنا شويه سمك جابوه على دراير، نريد نجففه، نجففه يعني نوخر المي من عنده. قدروا يوخرون 100 كيلوغرام مي. زين؟ والسمك اللي طلع نسبة المي كانت ب 0.4 0.8 العفو، ونسبة البروتين مالته 0.2، طلع مي طلع سمك نسبة المي 0.4 ونسبة البروتين 0.6. زين؟ فهو شيء يقول لي يريد ايش قد كمية الاي اللي ضفناها، بسيطة جدا. عندنا سمك ضفناه، هذا ان، المي منه اوت، مي زائد بروتين اوت، فالموازنة مالتنا بسيطة. راح نيجي أول شيء نسوي ماتيريال بالانس للمي.
الماي مالت الماتيريال بالانس كميه الماي الداخل 0.8 في الكميه الكليه، شي يساوي طالع هذا طالع وهذا طالع ماي، هنا أنا يساوي 100 هو بس ماي، هنا ماكو اي بروتين بس ماي يجيب ماي يتبخر، و 0.4 في البي، فنقول 0.8 في الاي يساوي 0.4 في البي زائد 100، نسوي بالانس توتال اي يساوي بي زائد دبليو. حلو، الدبليو عندي. وبالنسبه للبروتين كميه البروتين عندي 0.2 في الاي، هذا 0.2 في الاي، هنا ماكو بروتين زيرو، هنا ما يتبخر البروتين بس ما يتبخر، و 0.6 في البي. حل هاي المعادلات وانتهت المساله. نعطيك هماتينا ريشيو بي يساوي هاي، تحل هالمعادله تطلع كميه الاي وتطلع كل اللي تحتاجه. نجي على هنا كريستلايزيشن، نجي على اخر مثال، عندك تانكي ب 10000 كيلوغرام ساتشوريتد سوليوشن اوف Na2CO3 ب 30 درجه سيليزيوس. ساتشوريتد يعني مشبع، يعني كله ذايب، يعني المي ذايب الشكل، عفوا الشكر ذايب بالمي، بحيث اي كميه شكر اضافيه اضيف بعد ما تذوب بالمي، اي شكر كميه شكر اضافيه احطها بعد ما تذوب بالمي، هذا يسموه ساتشوريتد. انت تريد تسوي كريستلايزيشن، يعني بين قوسين عندك شكر تزيد ترجعه بلوري مره ثانيه. الكريستاليزيشن 3000 كيلوغرام من Na2CO3 10 H2O بدون كم اي كميه من المي، يعني هذا بيور. زين، يعني هذا المي اللي موجود هذا ضمن الستراكشر مالته، مو مي خارجي. زين، تو وات تمبرتشر ماس ذا سوليوشن بي كولد. اول شيء خلينا نجي نحكي على الجدول. انا عندي تانكي بي Na2CO3 ويا مي، اريد ابلور من عنده 3000 درجه سيليزي 3000 كيلوغرام، بش قد درجة حرارة أخلي؟ شوفوا هذا تيبل يوضح درجة الحرارة مع solubility مال Na2CO3 بالماء. إذا درجة الحرارة كانت صفر وحطيت Na2CO3 بالماء، فسبع غرامات من Na2CO3 تذوب ب 100 غرام من الماء. إذا أحط غرام زايد ما يذوب، يظل يترسب. إذا 10 درجات سيليزية 12.5 غرام من Na2CO3 حيذوب ب 200 غرام من الماء. إذا أضيف غرام وغرامين زايدة ما تذوب، تترسب. كل ما تزيد درجة الحرارة تزيد الذوبانية، قانون معروف. شوفوا بال 30 38.8 من هذا، أنا أول شيء بالبرودكت راح أجي أطلع إيش قد كمية Na2CO3 وأعرف من عنده درجة الحرارة. خلينا نبدأ بالبداية، أنا عندي هنا درجة حرارة ما عندي كميات، من الجدول راح أعرف بدرجة حرارة 30 وساتشوريتد سوليوشن 38.8 جرام من Na2CO3 يذوب ب 100 غرام من الماء. هاي المعلومة حستفاد من عندها حتى اطلع النسبة الى Na2CO3. فش اقول؟ النسبة شو تسوي؟ جزء على الكل، هذا الجزء اللي هو 38.8 غرام، الكل شنو هو؟ 38.8 غرام اللي ذايبه ب 100 غرام من المي، تمام؟ فش راح اسوي؟ هذا الجزء، هذا الكل، هذا زائد هذا، حيطلع ماس فراكشن مال Na2CO3 والباقي من عنده راح يكون مي، تمام؟ هسه خلينا نجي، البرودكت مالتي اللي هو Na2CO3 10 H2O، النسبة هنا أنا عدد مولات Na2CO3 واحد، وعدد مولات ال H2O 10، هذا مول، انا اريد نسب وزنيه. فعندي مولات والموليكولار ويت، راح اسويها اوزان ومن ثم اطلع نسب وزنيه جزء على الكل. فانا عرفت هسه هنا الكميه الكليه موجوده والنسب موجوده، هنا كميه كليه موجوده نسب موجوده، هنا كميه كليه ماكو نسب ماكو، ماتيريال بالانس. هذا ان، هذا اوت، هذا اوت. ماكو علاقه بالاكيوميشن وهذا الخرابيط اللي ايش يسوي؟ شنو اكيوميشن؟ ايش تسوي انت؟ المهم هذا حكي الكتاب. فتش تجيب ان، هذا الان يساوي هذا الاوت زائد هذا الاوت، هذا الان يساوي هذا الاوت زائد هذا الاوت، وهذا الان يساوي هذا الاوت زائد هذا الاوت، وانتهت المساله. شويه رياضيات ماثماتكس، ها يطلع عندك كميه ال Na2CO3 بس ما راح تقدر تفهم منها شيء. انت الجدول مالتك مكتوب بدلاله جرام Na2CO3 Na2CO3 على 100 جرام ماء، فلازم ايش نسوي انت؟ فايش راح نجي نسوي؟ يعني نجي نقسم على كمية المي وحورها بحيث تطلع غرام على 100 غرام مي، يعني انت مو تقسم واحدة على واحدة يطلع هذا الرقم، زين؟ اقسمها مرة ثانية على 100 بس اترك ال 100 جوا أو اضربها واقسمها على 100، المهم تطلع هالشكل. فهسه 31 غرام 0.8، زين؟ أنا عندي 38 غرام وعندي هنا 21 غرام، زين 31 ولا ماكو 31، يعني معناها فد رقم بين هذا وهذا. فاكو شيء بالرياضة تسموه انتربوليشن، لينير انتربوليشن موجود، لينير انتربوليشن قانون، يعني عندك هنا رقم
بين هذا وهذا، وتريد رقم بين هذا وهذا، فتستخدم اللينير انتربوليشن بانه شو تقول؟ تقول الرقم اللي انا اريده هنا أنا. هاي الرقم شو يساوي؟ يساوي الرقم اللي قبله، شوف انا طلع القانون، هي انا x2 يساوي y2 ناقص y1 x3 ناقص x1. الانتربوليشن مشكلتهم ماخذين، شو راح اسوي لكم اياه؟ هذا عندك الرقم اللي تريده، الرقم اللي قبله، خلينا نسوي اي الرقم اللي قبله اللي قدامه زائد الفرق باللي قدامه واللي قبله مقابله على الفرق اللي قدامه واللي قبله مضروب في الرقم الحراره اللي قدامه وقبلها، راح يطلع درجه حراره 26. ما اعتقد انتم مطلوب من عندكم تعرفوا اللينير انتربوليشن، اذا شرح لكم اياه كل زين، هم طولت انا وبعدين اشرح لكم اياه، وشكرا.